واحد بيقول احدى الكهنة مش احدى احد، احدى دي تقل النساء، معلش. بيقول احد الكهنة قال لي ان ذهابي الى السينما حرام، ورغم كده لم يقل لي ممنوع عندما ذهبت الى القهوة، مع اني خادم في فصول مدارس الاحد وفي اعداد الخدام. قالوا لي ايضا السينما حرام، وما دام كل الاشياء تحل لي لكن ليست كلها توافق، فما المانع اني انتقي فيلم جيد وادخله؟ شوف يا صحيح، في آية بتقول كل الأشياء تحل لي ولكن ليست كل الأشياء توافق، لكن ليس معنى هذه الآية أن كل الأشياء يعني الخطية من ضمن تحل لي، لا، مش مقصود بالكتاب كل الأشياء تحل لي يعني كل الأشياء حتى الخطية، ليبقى فهم خاطئ للآية، لكن يقصد كل الأشياء المحللة، كل الأشياء المحللة تحل لي ولكن هذه الأشياء المحللة ليست كلها توافق. يعني مثلا يحل ليك انك تشرب قهوة وشاي، محدش يقول في دي خطية، لكن اذا تحولت القهوة الى كيف والشاي الى كيف غصب عنك يبقى لا توافق. اهو تقول كل الشاي والقهوة يحل لي ولكن ليس كله يوافق، لكن ما تقولش السينما محللة لي، فايه المانع ان انا اروحها ما دام محللة حتى لو كانت لا توافق. اما حكاية السينما والافلام فهناك فرق بين فيلم سينمائي تشوفه في البيت في التلفزيون وبين فيلم سينمائي تشوفه في دار السينما. ايه الفرق؟ الفرق انك انت في البيت في مكان مفهوش غلط، نفس المكان مفهوش غلط، في السينما ما تضمنش الوسط وما تضمنش الناس، تضمنش البيئة صح ولا غلط، انا ما اعرفش في الحاجات دي، لكن ما تضمنش تضمنش. فبرضو الواحد ما يروحش لمكان مش مضمون. تاني حاجة، السينما ليست مجرد فيلم، انما في مقدمات وفي حاجات تانية بالاضافة، فما تضمنش المقدمات فيها ايه، وما تضمنش السينما اللي حواليك غير السينما اللي في الفيلم. يعني جايز في حواليك سينما، ثالثا لا تضمن التعود، انك انت تتعود، يعني تروح لفيلم تقول ما فيهوش خطأ لكن تتعود السينما، وبعدين بالتعود تروح ده وغيره. رابع نقطة العثرة، انت فصل اعداد خدام، فلما تروح السينما المخدومين بالنسبة لك هيشوفوك فيعثروا ويبتدوا يروحوا هم الاخرين وجايز يتأذوا. فالمسألة تحتاج إلى حكمة شديدة.
وبعدين بيسأل بيقول ايه الحدود معيار او مقياس الاشياء من حيث انها تليق او لا تليق، زي الكلام اللي قلته لك، يعني في خطأ ما فيش خطأ، في تعود ما فيش تعود، في قدوة صالحة او قدوة سيئة، في عثرة ما فيش عثرة، في اشياء اضافية ما فيش اشياء اضافية، يعني برضه. اما من جهة القهوة فهي تختلف بعض الشيء عن السينما، لان القهوة ليست مكانا معاصرا، ولكنها تضيع الوقت واحيانا تكون مكان غير لائق. لكن جايز واحد عايز ينتظر واحد تاني فمش لاقي مكان ينتظر فيه، فجايز ينتظره في قهوة، ومش كل القهاوي على درجة واحدة، في حاجات على درجة راقية ما فيهاش اخطاء، وفي حاجات مش تمام. وفي واحد يروح قهوة لمجرد انه ينتظر صديق ليه، وفي انسان بيروح قهوة لمجرد يلعب طاولة او يلعب كوتشينة او يضيع وقت، الواحد بيستغرب على الناس اللي وقتهم رخيص بحيث بيضيعوه على القهاوي، بينما الوقت جزء من حياة الانسان مش اصول يضيعه.